توج سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، فريق الرفاع الشرقي بطلا لدوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة القدم، والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد البحريني لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على المحرق بنتيجة هدفين مقابل هدف النهائي الذي أقيم على استاد النادي الأهلي. وتوج سمو الشيخ خالد بن حمد فريق الرفاع الشرقي بدرع النسخة الأولى من دوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة القدم والميداليات الذهبية، فيما توج سموه فريق المحرق صاحب المركز الثاني بالميداليات الفضية وفريق الشباب بالميداليات البرونزية والذي حل ثالثا. وبهذه المناسبة أكد سموه أن الهيئة العامة للرياضة مستمرة في تنفيذ الخطط وتبني البرامج والمبادرات التي تعزز مسيرة التنمية الرياضية وتخلق الفرص النوعية أمام كافة أبنائنا الرياضيين لإطلاق قدراتهم ومواهبهم، مشيرا سموه إلى أن دوري خالد بن حمد لجيل الذهب الذي شمل كرة القدم وعددا من الألعاب يمثل أحد أبرز المبادرات الرائدة التي ترمي للاهتمام بفرق القاعدة من اللاعبين بهدف تكوين جيل واعد من العناصر المميزة لمستقبل الرياضة البحرينية. وبارك سموه لفريق نادي الرفاع الشرقي بفوزه بلقب الدوري، وأشاد سموه بأداء فريق المحرق متمنيا له حظا أوفر في المباريات المقبلة، منوها سموه بالجهود التي بذلها الاتحاد البحريني لكرة القدم بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة في إنجاح المسابقة، وأثنى على تعاون جميع الأندية الوطنية المشاركة وكافة اللجان العاملة. من جانبه أكد سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم أن دوري خالد بن حمد لجيل الذهب شكل فرصة كبيرة لدعم وتطوير الكرة البحرينية عبر احتضان المواهب وصقلها، وأوضح أن إطلاق سمو الشيخ خالد بن حمد للمبادرات التطويرية في المجال الرياضي يؤكد حرص واهتمام سموه البالغ في الارتقاء والنهوض بالرياضة وجميع منتسبيها والدفع بأن تكون الرياضة البحرينية منجزة على الشكل الذي يعزز حضورها القوي في مختلف البطولات. ولفت سعادته إلى أن إقامة دوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة القدم أكد المساعي الحثيثة التي يبذلها سموه في دعم الجهود الرامية لاكتشاف المواهب الكروية التي من شأنها أن تسهم في دعم الفرق والمنتخبات الوطنية.